السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة وأهلا بالجميع في التوقعات الأسبوعية من يوم السبت 30 سبتمبر وحتى يوم الجمعة 6 أكتوبر للعام 2023 لجميع طوالع الأبراج. توقعات عامة حسب حركة القمر عبر البروج ووضع باقي الكواكب في السماء. فلنبدأ على بركة الله مع تمنياتي للجميع بأفضل الأوقات. أوقات خلو المسار القمري لهذا الأسبوع بتوقيت السعودية: يوجد خلو مسار يوم الأحد 1 أكتوبر، يبدأ عند الساعة 0 دقيقة وينتهي الساعة 4:18. يوجد خلو مسار يوم الثلاثاء 3 أكتوبر، يبدأ عند الساعة 1:41 وينتهي الساعة 8:03. يوجد خلو مسار يوم الخميس 5 أكتوبر، يبدأ عند الساعة 9:34 وينتهي الساعة 15:32. حركة القمر لهذا الأسبوع بتوقيت السعودية: بداية من يوم السبت وحتى فجر يوم الأحد تحديدا عند الساعة 4:17 القمر في برج الحمل. من فجر يوم الأحد وحتى صباح يوم الثلاثاء تحديدا عند الساعة 8:03 القمر في برج الثور. من صباح يوم الثلاثاء وحتى ظهر يوم الخميس تحديدا عند الساعة 15:31 القمر في برج الجوزاء. من ظهر يوم الخميس وينتهي الأسبوع والقمر في برج السرطان. طوالع الحمل: يوم السبت القمر في بيتكم الأول، اعتناء بالشكل الخارجي والجسم، والوقت جيد لشراء الملابس. انتبه من خلافات بالذات مع الشريك الزوجي. يومي الأحد والاثنين القمر في بيتكم الثاني، الاهتمام يتركز بالمال، ازدياد مالي وقد تكون حتى فرص مالية غير متوقعة للبعض ولكن تقابل بالكثير من المصاريف. انتبه من الإسراف والتبذير. من يوم الثلاثاء وحتى ظهر يوم الخميس القمر في بيتكم الأول، تكثر المشاغل، حركة تنقل وحتى سفر للبعض، تنشط في التواصل والاتصال، تكون فرص عملية وتحقيق لمكاسب مالية. من ظهر يوم الخميس وينتهي الأسبوع والقمر في بيتكم الرابع، قضاء أوقات مع الأهل والعائلة، والوقت جيد ومناسب لطرح مسائل للنقاش وإيجاد حلول مع المقربين. أسبوع سعيد لطوالع الحمل. طوالع الثور: يوم السبت القمر في بيتكم 12، رغبة بالعزلة، ابتعد عن التفكير السلبي وانتبه لصحتك النفسية والجسدية وحاذر من ظهور الأعداء. يومي الأحد والاثنين القمر في بيتكم الأول، يعود النشاط والحيوية، قد يهتم البعض باتخاذ قرارات وخطوات جديدة كتغيير مكان الإقامة أو النقل إلى منزل جديد. من يوم الثلاثاء وحتى ظهر يوم الخميس القمر في بيتكم 2، حصاد مالي بالأخص لمن أسس لذلك، والوقت مناسب لطرح أفكار جديدة والبدء باتخاذ الخطوات الجديدة ومناقشة مشاريع أو عروض لزيادة المكاسب. من ظهر يوم الخميس وينتهي الأسبوع والقمر في بيتكم 3، حضور مميز في الوسط، تكثر الاجتماعية، الأخبار إيجابية، والفترة جيدة للتعاطي مع الإخوة أو الجيران لحل المشاكل ووضع نهاية للخلافات في حال وجدت. أسبوع سعيد لطوالع الثور. طوالع الجوزاء: يوم السبت القمر في بيتكم 11، حضور مميز في الوسط واندفاع لتحقيق أهداف وأمنيات، تجد الدعم والمساندة ولكن انتبه من إثارة مشاكل مع أحد الأصدقاء، فرص عاطفية للعازبين وعودة للمتحابين. يومي الأحد والاثنين القمر في بيتكم 12، رغبة بالعزلة، وقد يهتم البعض بإنهاء قضايا معلقة من الماضي أو قد يهتم البعض الآخر بأمور سرية تكون مكاسب مالية للبعض. من يوم الثلاثاء وحتى ظهر يوم الخميس القمر في بيتكم الأول، تعود إليكم الطاقة، رغبة بالعناية بالشكل، وقد يعود لحياتك أشخاص من الماضي. من ظهر يوم الخميس وينتهي الأسبوع والقمر في بيتكم 2، حصاد مالي وفير لمن أسس لذلك ولكن تقابل بالكثير من المصاريف الطارئة، انتبه من الإسراف والتبذير. أسبوع سعيد لطوالع الجوزاء. طوالع السرطان: يوم السبت القمر في بيتكم 10، تهتم بأمور العمل، تكون مكاسب مالية بالأخص للتجار وأصحاب العمل الخاص، انتبه من حسد وغيره أو إثارة مشاكل مع زملاء العمل. يومي الأحد والاثنين القمر في بيتكم 11،
نجمك لامع في المحيط والوقت إيجابي لتحقيق أهداف وأمنيات وتجد الدعم والمساندة وتكون الأخبار إيجابية وأمامك فرص مالية وعاطفية. من يوم الثلاثاء وحتى ظهر يوم الخميس، القمر في بيتكم 12، رغبة بالعزلة والانطواء. انتبه من ظهور عداوات أو تفاقم خلاف مع المحيط، إخوة أو أقارب. من ظهر يوم الخميس وينتهي الأسبوع والقمر في بيتكم الأول، يعود إليكم النشاط. يهتم البعض بتغييرات وفرص مالية وعاطفية، ولكن ابتعد عن المزاجية واتخاذ القرارات المتسرعة. أسبوع سعيد لطوالع السرطان. طوالع الأسد. يوم السبت، القمر في بيتكم 9، اتصالات خارج البلاد مع الغرباء، وقد يفكر البعض في السفر، والوقت جيد للاهتمام بالدراسة والبحوث العلمية. يومي الأحد والاثنين، القمر في بيتكم 10، حضور مميز واهتمام بالعمل، والوقت جيد لاجتماعات العمل واللقاء مع المسؤولين أو تقديم الطلبات لأجل المكافأة أو زيادة الراتب. تكون فرص عملية للعاطلين عن العمل وبعض المشاريع التجارية. من يوم الثلاثاء وحتى ظهر يوم الخميس، القمر في بيتكم 11، نجمك لامع في الوسط والأمور إيجابية لتحقيق أهداف وأمنيات، فرص عملية ومالية وحتى عاطفية، ووقت جيد لحل الخلافات وتسوية الأمور مع الشريك. من ظهر يوم الخميس وينتهي الأسبوع والقمر في بيتكم 12، رغبة بالتأمل والتعبد. المشاعر مختلطة، وقد تعاني من جفاء حبيب ويفضل دفع الصدقة. أسبوع سعيد لطوالع الأسد. طوالع العذراء. يوم السبت، القمر في بيتكم 8، حصاد مالي لأموال بدون تعب وعودة أشخاص من الماضي، ولكن ينصح بعدم إعادة من أساء إليك سابقا. يومي الأحد والاثنين، القمر في بيتكم 9، تواصل واتصال مع أشخاص خارج البلاد تستفيد منهم معنويا وماديا، واحذر من ظهور أعداء وتشويه سمعة. من يوم الثلاثاء وحتى ظهر يوم الخميس، القمر في بيتكم 10، حضور مميز اجتماعيا ومهنيا، فرص عملية ووقت مناسب للبدء بالأعمال والمشاريع الجديدة. من ظهر يوم الخميس وينتهي الأسبوع والقمر في بيتكم 11، حصاد مالي، فرص عاطفية للعازبين وانسجام في العلاقات القائمة. أسبوع سعيد لطوالع العذراء. طوالع الميزان. يوم السبت، القمر في بيتكم 7، فرص عاطفية، ارتباط رسمي، خطوبة أو زواج، وبدايات تجارية مهمة للبعض. يومي الأحد والاثنين، القمر في بيتكم 8، حصاد مالي وفير لأموال بدون تعب، وتتخذ قرارات وخطوات جديدة عملية ومالية. من يوم الثلاثاء وحتى ظهر يوم الخميس، القمر في بيتكم 9، يهتم البعض بأمور الدراسة أو السفر. انتبه من خلافات مع المحيط اجتماعي والعملي. من ظهر يوم الخميس وينتهي الأسبوع والقمر في بيتكم 10، حضور مميز، نجمك لامع في المحيط، انتبه من غيرة وحسد تسيطر على الأوضاع، وبدايات تجارية عملية وعاطفية. أسبوع سعيد لطوالع الميزان. طوالع العقرب. يوم السبت، القمر في بيتكم 6، تكثر الضغوطات والالتزامات، أمامك الكثير من الأعمال، انتبه لصحتك النفسية والجسدية. يومي الأحد والاثنين، القمر في بيتكم 7، حضور جميل، فرص عملية، توقيع عقود لمشاريع جديدة، وفرص عاطفية للبعض الآخر وارتباط رسمي. من يوم الثلاثاء وحتى ظهر يوم الخميس، القمر في بيتكم 8، حصاد مالي وفير لأموال بدون تعب، عروض تجارية للبعض الآخر. من ظهر يوم الخميس وينتهي الأسبوع والقمر في بيتكم 9، نجمك لامع في الوسط، حضور جميل، تواصل واتصال مع أشخاص خارج البلاد وتجد منهم الدعم والفائدة. أسبوع سعيد لطوالع العقرب. طوالع القوس. يوم السبت، القمر في بيتكم 8، حضور جميل، نجمك لامع في المحيط، وفرص عاطفية للعازبين. أما العلاقات القائمة، انتبه من المشاكل والخلافات وابتعد عن اللوم والعتاب. يومي الأحد والاثنين، القمر في بيتكم 6، فرص الحصول على عمل للعاطلين، والوقت جيد للمطالبة بزيادة الراتب أو المكافأة من المسؤولين، وفرص عملية جديدة. من يوم الثلاثاء وحتى ظهر يوم الخميس، القمر في بيتكم 7،
فرص عملية، عروض تجارية وتوقيع عقود، وفرص عاطفية لارتباط رسمي بخطوبة وزواج. من ظهر يوم الخميس وينتهي الأسبوع والقمر في بيتكم الثامن، مكاسب وفيرة لأموال بدون تعب وعودة أشخاص من الماضي لحياتك. أسبوع سعيد لطوالع القوس. طوالع الجدي يوم السبت، القمر في بيتكم الرابع، تجمعات عائلية والوقت جيد لإنهاء المشاكل أو الخلافات مع الأهل والأقارب. يومي الأحد والاثنين، القمر في بيتكم الخامس، حضور جميل في الوسط، فرح وسرور ورغبة بالحب والعاطفة وفرص جميلة للمرتبطين وصلح وعودة للمتخاصمين. من يوم الثلاثاء وحتى ظهر يوم الخميس، القمر في بيتكم السادس، تكثر الانشغالات وتجد حل لإنهاء بعض الضغوطات، فرص عملية للراغبين والباحثين عن عمل. من ظهر يوم الخميس وينتهي الأسبوع والقمر في بيتكم السابع، حضور جميل، تعارف جديد وفرص عاطفية للبعض، أما البعض الآخر فيهتم بالشركات العملية. أسبوع سعيد لطوالع الجدي. طوالع الدلو يوم السبت، القمر في بيتكم الثالث، مشاغل ويكثر الاتصال والتواصل والحركة، التنقل وحتى السفر للبعض، فرص عاطفية للبعض الآخر. يومي الأحد والاثنين، القمر في بيتكم الرابع، تجمعات ولقاءات مع أشخاص لم تلتقي معهم منذ وقت وفرص لارتباط رسمي في العلاقات القائمة. من يوم الثلاثاء وحتى ظهر يوم الخميس، القمر في بيتكم الخامس، رغبة بالحب والعاطفة وتكثر الاجتماعية وذهاب لأماكن الترفيه والتنزه مع العائلة والأولاد. من ظهر يوم الخميس وينتهي الأسبوع والقمر في بيتكم السادس، تكثر الضغوطات، تكون مسؤوليات عملية وحياتية ولكن تنهيها على أكمل وجه. أسبوع سعيد لطوالع الدلو. طوالع الحوت يوم السبت، القمر في بيتكم الثاني، اهتمام بأمور المال، التنظيم الميزانية والتفكير بالادخار والاستثمار وحصاد مالي لأموال بدون تعب. يومي الأحد والاثنين، القمر في بيتكم الثالث، حركة، تنقل وحتى سفر قصير للبعض، تكثر الالتزامات وتتحمل مسؤوليات ولكن النتيجة مرضية بكل الأحوال. من يوم الثلاثاء وحتى ظهر يوم الخميس، القمر في بيتكم الرابع، تهتم بأمور التأسيس، قد يغير البعض مكان السكن وينتقل لمنزل جديد، مكاسب مالية وأرباح. من ظهر يوم الخميس وينتهي الأسبوع والقمر في بيتكم الخامس، رغبة بالحب والعاطفة وحظوظ وتكثر الفرص، قضاء أوقات جميلة مع الأحبة والأطفال. أسبوع سعيد لطوالع الحوت. كانت هذه أهم وأبرز الدلائل الفلكية لجميع الطوالع من الحمل وحتى الحوت للأسبوع الأول من أكتوبر للعام 2023. أسبوع سعيد للجميع. شكرا للمتابعة. دمتم بخير وسلام، وإلى اللقاء إن شاء الله.